الإجابة هي نعم، هناك بعض التحديات التي يواجهها الأطفال المصابون بفرط الحركة وتشتت الانتباه مع التعليم الرقمي الحالي. فالأطفال المصابون بهذا الاضطراب يواجهون صعوبات أثناء التعليم عن بعد، هناك استخدام أجهزة لوحية، تغير في الروتين. نعلم أن التعليم عن بعد ليس هو الأمثل، ولكن لوجود أولويات صحية لابد أن نتكيف معه ونضع بعض الخطط الاستباقية من قبل الآباء والأمهات. نعلم بأن التعليم الرقمي أو الافتراضي سيكون هو خيار صعب، ولكن واقع لا مفر منه في الوقت الحالي، ومع وجود فيروس كورونا وتغير الأولويات عالميا وليس فقط محليا، لابد من معرفة كيفية التكيف وتعلم بعض الاستراتيجيات، ولابد من الإبداع والمرونة من قبل الوالدين لنتخطى هذه التحديات. قد يحتاجون إلى ابتكار استراتيجيات وأدوات أو تقنيات جديدة لتلبية الاحتياجات لدى أبنائهم وبناتهم من الطلبة المصابون بهذا الاضطراب، وبمشيئة الله ستساعد في عملية التعليم عن بعد بنجاح. مع التنبيه بأن هناك بعض المصاعب أو التحديات، مثلا هناك سهولة للوصول للإنترنت، اليوتيوب، فيسبوك، مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المشتتات، هناك احتمالية التواجد في مكان غير مناسب للعملية التعليمية، مثل الاستلقاء على السرير، التمدد على الكنب، وهذا من شأنه لا يجعل الطالب في وضع استعداد ذهني للعملية التعليمية، فوجب التنبيه على هذه النقطة. أيضا الآباء يصبحون هم معلمين، فتتداخل العلاقات أو تتغير الأدوار، فالأم تصبح معلمة، الأب يصبح معلم وهكذا، وهذا يمثل تحدي للعديد من الأسر. هناك أيضا جزء هام يمثل تحدي، وهو أن هناك سيصبح في سهولة في المماطلة من قبل الطلبة في ظل غياب المساءلة الفورية من المعلمين وبعد البيئة المدرسية، هذا من شأنه أيضا أن يؤثر على العملية التعليمية، فوجب التنبه لهذا التحدي.